السؤال الأخير. أخير نعم. حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. هل المقصود فيما افترض عليكم شهر رمضان فقط أم جميع الصيام الواجب؟ صيام الواجب كله. لا يقتصر على رمضان. هلا. هذا هو الإشكال. هذا هو السؤال. عفوا فيما يتعلق بالسؤال هذا. في صيام عاشوراء. أليس من السنة أن الإنسان يصوم يوم قبله أو يوم بعده؟ نعم. وإذا كان اليوم الذي بعد السبت ما بيصومه؟ ما بيصوم. أنت الأحسن يكون سؤال غير هيك. تفضل. إذا كان يوم العاشر يوم السبت مثل ما هو إذا كان يوم العاشر يوم السبت نعم نعرف أنه أنك تقول بعدم صيام لأنه قلت بعدم صيام عرفة. طيب اللي سألت عنه بتعرفه من باب أولى. عرفت. نعم نعم. ألو نعم. ما أجبتني ما أجبتني. ماذا يقول الأطباء؟ ماذا يفعل الأطباء؟ ماذا يقولون له؟ لك يا أخي ماذا يقولون له؟ كيف يأتيهم بالمنوي؟ كيف يأتيهم؟ ناس أمر عجيب بيحكي من السعودية هو لا يعرف يجيب. بيقول أن الطبيب طلب منه الماء المنوي كيف يأتيهم به. قلت له هذا سأل الطبيب كيف يأتيهم به. أنت عم سأل يجوز ولا يجوز؟ اسأل الطبيب كيف يأتيهم. بعد ذلك أنا مقلق. يعني أنا لو قلت له مثلا جامع زوجته يمكن يقول الطبيب هذا ما بيحصل مراد. يمكن يقول مثلا يتعاطى العادة السرية. يمكن ما بيجاوب. طيب نكتفي نحن بهذا الخبر. في هذا السؤال أحفظ سؤالك لغير اليوم.